ليه كنادين؟ انت عاملة عملية تجميل ما هيك؟ سلامت فهمك ميراي، ولا وانا صرت حاطه لهلا عمليات تجميل 60 70 ألف دولار. 60 70 ألف دولار؟ ايه 60 70 ألف دولار. شو ان شاء الله فكرك انا هيك خلقت؟ لك انا قلت هيك بزبط حالي، عرفتي، بركي بيجيني شي ابن حلال بياخذني بيسترني. بس ما في رجال عم تتجوز حبيبتي، نحن بعصر ما حدا عم بيتجوز. انت الله يسامحك، هال60 70 ألف دولار اللي دفعتيهم على عملية التجميل كنت اعطيتيهم كاش لأدخن زلمة وكان استمن عليكي وكيف ما كان شكلك. عم تمزحي؟ هيك مثل ما انت.